بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم مع انطلاقة شوطنا الثالث وهو المركز الأول، ومع أيضا تسعيرة هجن العاصفة تنطلق هذه الأسامي، تنطلق المركز الأول ومع أيضا تسعيرة هجن العاصفة تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات باحثة عن الكاس، باحثة عن المليون، باحثة عن التسعيرة، صدارة هذا الشوط والبداية والمقدمة. وأرهني طبيعة من قادت المجموعة، من بدت تتقدم بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير، يقدم طبيعة بهذا الانطلاق. المركز الثاني تصل في هذه اللحظات مداهمة لسيف بن عبيد بن حلوس العامري، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر حفلة من محمد بن نابت بن خيلة العامري. المركز الرابع القدوم والتسلل في هذه اللحظات، قناعة القادمة محنى بن محمد بن محنى العامري ياتي على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات، ما شاء الله تبارك الله، اللحظات ومع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز، زعفرانه لفالح بن سيب بن فالح الشامسي ياتي مع زعفرانه يتقدم، تطمح بالكاس مع هذا الانطلاق المتميز. ومع المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات، محبه بهشام بن محمد بن فهيد الرزق العجمي ياتي مع انطلاقته وتحديات محبه، الكاس يلمع مع هذا الانطلاق المتميز. زادت السرعة وطبيعة على مقدمة هذا الشوط، شوط الانتاج ناموسين، ولكن شعار بن حلوس ارصد لي المجموعة القادمة، نتابع المركز الثالث والتحديات مع زعفران، ارصد لي المجموعة القادمة، نتابع المركز الثالث والتحديات مع زعفران لفالح بن سيب بن فالح الشامسي، التقدم بالشعار صعب المضمرين. نتابع اللي وصلت في هذه اللحظات، نتابع القدوم، نتابع التسلل من عمق الميدان من المركز الخامس طموح، تطمح بناموس هذا الشوط، المركز الخامس طموح، تطمح بناموس هذا الشوط، تطمح بالكاس مع هذا الانطلاق. ياتي السهيل بن سالم بن حمد بالعضيلي العامري، ولعت نار هذا الشوط، والكاس يتجول ما بين هجر، ما بين التحديات القادمة، زعفرانة. ولكن ارصد لي من الجانب الآخر شعار اليبهوني مع العنود، فارس بن سهيل اليبهوني يقدم العنود بعنادها بانطلاقتها. شعار بن ميرين يتسلل أيضا مع المركز الثالث ياتي ابو محمد مع هذا الانطلاق المثير، ومعياه علي بن السلطان بن ميرين. اللحظات الاخيره، ولكن العنود هجر العنود، المعركه والكاس مع هجر مرغم مع الكاس في شوط الانتاج. العنود تحاول، ولكن هجر سلام للصعب، سلام للمرغم، سلام مع هجر. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان، الصعب ينتزع كاس الانتاج والمنتجين مع هجر. المركز الثاني العنود بشعار فارس اليبهوني، ومع المركز الثالث
المركز الثالث بغداد لمحمد بن حمد رعشيج العامري، المركز الرابع جاءت ايضا الفايزه لحسن بن عبيد بن حسن بن ركاض العامري العليلي عفوا، المركز الخامس اهتمام لسالم بن علي بالسبع الدرعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالتهنية لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان على فوز هجر بالمركز الأول، 5:43 بالوفاء والتمام. تهانينا لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان، تهانينا أيضا لعبد الله بن سلطان الغفيلي من قدم بغداد بها من قدم هجر بهذا الشوط المركز الثاني. جاءت أيضا العنود لفارس بن سهيل اليبهوني 5:43 وثمان أجزاء من الثانية، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات الوصول 5:44 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام لمحمد بن حمد رعشيج العامري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا.